كنا في واحد اليوم مميز اللي هو الاحتفال باليوم العالمي للاشخاص وضعيه اعاقه اللي انطلق بواحد المعرض لاهم اليه الشغل الاشخاص المكوفين وضعاف البصر اللي كان بينوا طريقه الكتابه وكذلك واحد مجموعه ديال الانشطه اخرى كيديروها الاشخاص المكوفين وضعاف البصر. والختام كان بنشاط رياضي واللي مميز اليوم هو اننا انفتحنا على اشخاص بين قوسين مبصرين اللي عاشوا معنا هذا اليوم عاشوا معنا لا جورني كامله بانطلاقا من المعرض ووصولا للتعرف على الانشطه الرياضيه ديال الاشخاص المكوفين وضعاف البصر. حنا هذا اليوم كذلك خدينا على اساس نفتحوا على المحيط ديالنا وكذلك نفتحوا على الناس يتعرفوا على الرياضات يتعرفوا على طريقه الكتابه. والحمد لله داز نشاط مميز وهذا اللي كيزيد يفرحنا اكثر. السلام عليكم، ايوب حاديمي، لاعب المنتخب الوطني لكرة الخماسية للمكفوفين. لعب من ضمن اللاعبين اللي كان مشارك في باراولمبيا طوكيو 2020 اللي فزنا الحمد لله بالمرتبة الثالثة اي الميدالية البرونزية. وايضا لعب مع فرقة الايسيس اسوسياسيون سلاوي.